مرحبا بكم. البداية مع تعيينات حكام مقابلات الجولة الثامنة مرحلة البلاي أوف في البطولة غدوة الخمسة درب الساحل بالاتحاد المنسيري ونجم الساحلي باش يكون الحكم نعيم حسني وفي الفار صادق السالمي. نهار الأحد الخمسة تاع العشية درب العاصمة ترجي يواجه النادي الإفريقي بإدارة الحكم هيثم جيراتو في الفار أمير الوصيف. مباراة اتحاد بنغردان والنادي الأهلي الصفاقسي حكم المقابلة ويسري بو علي وحكم الفار هيثم القصعي. تذكر ديربي العاصمة بين الترجي ونادي الافريقي والمخصص فقط لجماهير الترجي وفات اليوم بعد اقل من ساعة من فتح شبابيك ملعب المنزه. نذكر الديربي نهار الاحد مع الخمسة باش يكون بحضور ما يقارب 18,000 متفرج من جماهير الترجي. ملاعبين النادي الصفاقسي رجعوا اليوم للتمارين بعد اضراب دام من نهارين وكانوا يطالبوا بمستحقاتهم المادية. إدارة ترجي جرزيس أعلنت اليوم عن قيام بإجراءات استئناف قرار لجنة التأديب بالجامعة. القرار اللي ينص على تجميد نشاط كل من الحارس وائل الكردي واللاعب حسام رمضان لمدة 5 سنوات واختية مالية ب50,000 دينار. 3 حكام توانسة باش يكونوا موجودين في كان السيدات اللي تحتضن المغرب من 2 إلى 23 جويلية. هما درصاف الجنواتي كحكم ساحة وداعفين كحكم مساعد هيثم جيرات في الفار. فونس جابر ترشحت للنصف نهائي دورة برلين ضد البيلاروسية ألكسندرا سانسوفيتش المصنفة 38 عالميا. المجموعة الأولى كانت للبيلاروسية 7-6، ما بعد فونس جابر ربحت المجموعة الثانية 6-2 وربحت المجموعة الثالثة 6-2. فونس باش تواجه غدوة بداية من ماضي 3 الأمريكية جوف المصنفة 13 عالميا. كانت هذه آخر نشرات رياضية لليوم، تقع على السيت مزيكا فان بونيت.